حسين 25 جانفي 1976 كنت نسكن في مهاتقة من بعد ولينا سوق الاثنين عيط حمد ولينا سوق الاثنين تيجي ولا لقاو سلاح داخل الطوموبيل تاعي لقاو ساكت قبل فيها سلاح داخل جمرت الوحشات قال لي ديهم الواحد كي تلحق الواد يعيط لك نعيط لك تلقاه تما في الواد اللي في زيابون كانوا في طوموبيل في البنك يطلعوا راهي ايه قال لي هاي لما نتاع وليديها قال لي اللي بغى يشري بغى يشري مكحله قال لي انا كنت ما كي جاب هذه قال لي جاب المكحله سي بيير بوزي يشريها بالعيد 25 مليون انا غلط ديت الساشي هذه كاين فيه السلاح غلط واش ما كانش اللي ما يغلطش نستعرف بلي غلط نستعرف بلي كاين شي هذا باسكو لقاو عندي صح لقاو في الطوموبيل تاعي صح ما ننكرش لقاو داخل الطوموبيل تاعي ما ننكرش ميتشي بيتشي كحلة قال لي فيزي بومب زيارة 14 96 هي تزعيم تزوجو حسين عاد لي بعني بندقية قال لي لي تبغي السونطرا كاينة وحدة داها جابها وداها في الطوموبيل ميتشي بيتشي تاع حسين خلاها في بانكيطا تاع لاريا ديال بالبانكيطا خلاها ليه وهبطنا الواد قال لي هي هذه بندقية وجاب معاه 20 خاطش قالني نباع عليك باعني 25 مليون باعني في الواد تاع طريق تاع بوني قالني هاك تسيها نسيتها تريت بيبا تبيع واحد 10 عطاني هذاك واسمو دخل الشكارة هو اللي عطاني 20 كارطوش كي سمعت انايا سمعت قبضو خليت عند واحد يخدم عندنا حداد تها خليه عندك كي نكمل الخدمه نروح ديريكت للسونطال نديها هذه ونديكلار يكون باغ اكزومبل نولي لا ما نعرفش بنادم كيما هذا